ازيكم؟ النهارده هنعمل الاكله بتاعه الوحوش. عملنا حاجه كده قريبه شويه قبل كده منها، عملنا، بس المره دي اكله الناس اللي اكلها بجد. الاكله دي انا ما كنتش باكلها مثلا لغايه 6 7 سنين، لغايه لما في مره من المرات يعني جده مراتي قالت لي لازم تجرب، مع ان انا امي بتعملها حلو، بس جده مراتي قالت لا لازم تجربها مني. فانا قعدت اقول لها يا ستي انا ما باكلش دي، ما باكلهاش، ما باكل، لازم تجربها. فانا تقريبا كنت اول مره اكل كوارع من 7 سنين بس فعلا اللي ما بياكلش الكوارع دي فايته كتير قوي. انت فايتك حاجه ما فيهاش دهون بالمره، فايتك حاجه لو اتعملت صح هتحبوها بادمان. المشكله دايما عندي قاعده في الاكل، الاكل مش وحش، اللي بيعمل الاكل هو اللي وحش. يعني الاكل دايما يا جماعه حطوها في اعتباركم، اللي ما بياكلش قلقاس، خبيزه، سبانخ، مش عارف ايه، جماعه الاكل ده مش وحش، الاكل ده حلو، بس اللي بيعمله هو اللي بيعمله غلط. فالنهارده هنعمل كوارع وهنعملها بطريقه مبسطه للمبتدئين، وهنعملها بطريقه كمان حلوه مش عايز يشوف اللزلزه واللزقان والكلام ده كله في ايديه، هنعملها بطريقه حلوه قوي. فيا رغي يلا نقوم نعمل احلى طبق فتت كوارع في حياتكم، يلا بينا. زي ما قلنا النهارده معانا فتت كوارع. ادي الكارع بحاله يا جدعان، ده المنظر هو ده، حاجه عظمه. هتروحوا للجزار هو هيخليه لكم، هيصمته هيظبطه وهيشيل لكم منه كل الشعر والحاجات اللي انتم بتقلقوا منها دي، عشان ياي ما بقاش فيها شعره الحاجات دي. ده بس هنكمل بقيه التقطيع بتاعه هنا، هو الراجل اصلا مقطعه لنا. طيب التكنيك اللي الست الحاجه علمتهوني، بتدي لها غلوه بالليل في ميه حنفيه بالليل، وتفضل بعد ما تاخد الغلوه بتسيبها كده ساعتين مثلا على النار هاديه خالص، وتسيبها وتفضل في الميه السخنه بتاعتها دي لغايه ثاني يوم، وتقوم مديها الصبح غلوه ساعه. الغلوه دي مش نار عاليه، هي الغلوه دي ده المسمى بتاع والدتي. لا هي بتديها شويه نار هاديه خالص. فانا بتكلم في ساعتين بالليل، تفضل بايته في الشوربه بتاعتها السخنه لغايه ثاني يوم الصبح، تاخد ساعه. فانا وفرت بدل ما بسوي من 6 ساعات بسوي 3 ساعات بس. طيب ميه حنفيه، ميه من الحنفيه، حط فيها الكوارع، نولع النار عليها دلوقتي نقدر نولع النار عاليه. في البدايه نقدر نولع النار عاليه، هغطي دلوقتي. بس انا هعمل ايه بقى؟ هقطع جزره، هحط البصله بحالها، فكرفس، بصله بحالها، جزرة او جزرتين زي ما تحبوا، جزر بيسكر الحاجة. هاخد طماطماية اديها حتة كده وحتة كده، ماشي. ودولت هينزلوا في الاول، ليه بينزلوا في الاول؟ عشان دول بروتين، لما يتحطوا مع ده مع الكورة الحلو اللي جوه، لما النار هتغلي هيبتدي يطلع لي ريم على الوش. الريم ده مش معناه ان اللحمة مش نظيفة، او ان اللحمة او ان الكورة مش نظيف، مش مغسول، الكلام الهكس ده لا، انا قلتها بكده كتير، ده اسمه تخثر بروتيني. بنحط كل البروتين كله مع بعضه مره واحده. خدتوا بالكم انا مش محطتش لسه ولا لورا ولا توابل، وهنسيبهم كده لغايه لما يغلوا. عقبال ما الميه بتاعت الكوارع تغلي، احنا عايزينها اول ما تغلي نوطي النار ونشيل. بس ايه، في الحبه دولت نشوي شويه الفلفل الرومي بتاعنا. عندنا فلفل رومي احمر وفلفل رومي اخضر، معايا بصلايه بيضة مغسولة، اغسلوها بس عايزها زي ما هي بقشرها بالربطة بتاعتها من تحت ومن فوق، بس اغسلوها برضه هتتشوي. كده احنا رفعنا كل الريم اللي على الوش اللي هو ايه تخثر البروتين، هي الحمد لله نظيفة ما فيهاش فيها حاجة. كده نقدر نحط بقى ايه البهارات بتاعتنا. البهارات بتاعتنا عبارة عن ايه؟ 4 ورقات لورا. أنا بحب الحبهان في الايه في الأكلة دي. هنحط مثلا 5 6 فصوص حبهان، 3 دبابيس قرنفل، وحبيبتي طبعا الايه المستكه، شويه فلفل اسود حصى. زي ما انتم شايفين بابلز رفيعه ازاي،
بتطلع يا دوبك ها حاجه اوطى عين بوتاجاز اوطى عين وطوا عليها العين تاني وسيبوها كده معاكوا بالليل ساعتين والصبح ساعه كده كده انا عامل حبه من امبارح عشان مش هنفضل قاعدين مستنيين هنا كل ده يلا اوريها لكم هتبقى عامله ازاي بس بعد ما نعمل الصلصه والرز بتاعنا يلا كده الحاجه اتشوت وبقت زي الفل هنحطها في بوله ونغطيها على طول بايه بفويل ستريتش اللي تشوفوه اللي موجود عندكم ليه عشان بس تعمل لي رطوبه وتطري لي ان انا اقدر اشيل القشره دي بسهوله طيب شوربه الكوارع بتاعتنا الجاهزه اهي يلا هنعمل الرز هناخد منها 3 معالق زيت هنحط الرز الرز بتاعي سخن قوي كده بصوا بقى الشوربه بتاعتي لونها حلو ازاي اخد بقى من الشوربه دي معلقه كده طيب هحط ورقتين او 3 لورا معاها فص حبهان بس بحط لكل كوبايه رز كوبايه وربع ميه تشرب خلاص نبتدي نحط الملح بحب ادي سن فلفل اسود سن بس الصلصه برضه هنحط زيت ذره او زيت عباد زي ما تحبوا وحته زبده صغيره هنحط توم صحيح زي ما هو حط الصلصه ننزل بشويه ميه حلوين خلي بالكم انا الصلصه دي مش عايزها تقيله ليه عشان الصلصه دي اللي هتحط فيها كوارع لما تقطع دلوقتي نسيبها بس تسبك بس مش هتبقى تقيله نفتح على الرز برده نبص بصه كده 10 دقايق الرز استوى حط قرنين الفلفل دولت زي ما هم ما تفتحهمش لو فتحتهم هيبقوا حاميين قوي ما تفتحهمش زي ما هم بص المنظر ده بقى هو ده المنظر اللي انا عايزه نطلع كوارع تبرد شويه عشان تعرفوا تقطعوها لان احنا مش هنقدمها وهي كده احنا هنقطعها كوارع نسيبها بس تبرد شويه ونبتدي نقطعها انا عارف انه دلع بس بصراحه لو ما دلعناش اللي بنحبهم في الاكل هندلعهم امتى احنا حتى بنقطع لهم الكوارع بنفصص الكوارع كمان طبعا انا بحب اي حاجه فيها توابل اللي بحب احمصها الاول انا عندي شويه فلفل اسود كده فلفل اسود سخن ينزل معاه بالايه الكزبره الناشفه طبعا الريحه بتاعت الكزبره دلوقتي بقت عظمه ايوه الفلفل الاسود نحطهم فين في الهون على طول كده فلفل الرومي زمانه طري خلاص ويبقى سهل انه يتقشر لو ما عملناش الطريقه دي هتبص تلاقي القشره لازقه عليه للاسف على فكره الحرق ده بيديني طعم فانا عايزه ما تشيلهوش كله هو اللي احنا مش عايزينه البذر البذر ده اللي احنا مش عايزينه حاولوا على قد ما تقدروا تشيلوا البذر بس لو اتفضل من ده شويه مش هيحصل حاجه هنقطع بقى كل الفلفل اللي اتشوى ده دلوقتي ادي كده كل حاجاتنا جنبنا شوربه شوربه رز البوله دي فاضيه ليه عشان هناخد شويه عيش محمص زي ده عيش مكعبات خالص عادي جدا هننزل معاه بشويه رز من المفلفل الحلو بتاعنا ده بس الرز عامل ازاي الرز وهم يا جماعه مش محتاج 10 دقايق على النار شوربتنا سخنه نار شايفين مش بنكتر شوربه في الاول هنا كده نحط معلقه ثلاثة مش عايز كتير تقلب عندنا مكون هنا ايه مش طبيعي اللي هو ايه بقى صلصه يا لهوي على الجمال هناخد بس نقطة 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 بس ونقلب كده ده البيس بتاع الفتة يلا بقى نفرش طبقنا دي بداية الفتة بتاعتنا خلي بالكوا فتة الكوارع لازم تعمل بسرعة عشان هتتجرمز منكم
لو ما اتعملتش بسرعه هتنشف. شويه عيش كمان عشان عايزه يبقى ناشف. نغرب بقى كل كميه الرز بتاعتنا، مش عايزين العيش ده كله يبان. يلا نعمل رشه الفلفل الاسود والايه والكزبره. بصوا بقى الصلصه بقت عامله ازاي دلوقتي، بصوا المنظر متسبكه حلوه ازاي. هي بدل طلعت شويه الزيت اللي على الوش دولت يبقى كده تمام. بص هعمل البابلز على طول ازاي. عقبال اول ما دي تغلي الثانيه نعمل طشه الفلفل الاسود والايه الكزبره الناشفه. دي عايزه معلش دي عايزه شويه زبده يا جماعه، محدش يقول انت بتحط الزبده كتير، هي لازم تعمل كده. عندنا ليمونه مش هنحط كتير كده، في عصره ليمونه اهي خفيفه مش هنكتر منها كده. اخر حاجه هنحط فلفل والالوان ده اللي هو الاخضر والاحمر اللي شويناه مع البصل هنا، وهنقفل على طول. عايز اقول لكم الريحه لوحدها دلوقتي مش طبيعيه. هنرص العيش بتاعنا ده المحمص الحلو حوالين الطبق. الطشه بتاعتنا العظمه الريحه بتاعت خلاص. بصوا بقى الطشه دي، انا كده خلصت. شويه فتت كوارع بالطشه بالفلفل المشوي بالبصل المشوي ورز، مزيكا انبهار مزيكا. بس يلا ندوق بقى، لازم ندوق. طبق مش طبيعي ده، يدلع بيه اللي انتوا بتحبوهم. يعني الطبق ده يتعمل لناس انتوا بتحبوهم وعايزين تدلعوهم تطبطبوا كده عليهم. المزيكا في ابهى صورها. لازم تجربوا الطبق الوهمي ده. سلام. كل وصفاتنا تجدوها حصريا على موقع الوصفة.com.